الحكي هسه التحرير تقول الحكي للناصريه، شو تقول الناصريه؟ اداويه اداويه انتم على همواوي الناصريه التبق والداوي رفضا رفضا قاطعا مرفوض يا توفيق علاوي. الرايه تلزم منصب، اسمع الرايه تلزم منصب والا توافق لقدي اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. مع دخول ثورة تشرين شهرها الخامس لا تزال التظاهرات والاعتصامات مستمرة في جميع المحافظات العراقية المنتفضة وسط تأكيد معتصمي ساحة التحرير وبقية ساحات الاعتصام رفضهم تولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة أو أي مرشح من الأحزاب السياسية الفاسدة لرئاسة الحكومة المقبلة في البلاد. ضمن الإجراءات التصعيدية أغلقت الشوارع الرئيسية والجسور في محافظة القادسية احتجاجا على تكليف محمد علاوي بمنصب رئاسة الحكومة، كما وأغلقت الطرق والمجسرات في محافظة النجف بالتزامن مع احتشاد أعداد كبيرة من الطلبة أمام البوابة الرئيسية لجامعة المثنى تضامنا مع الإضراب العام ورفضا لتكليف محمد علاوي. في محافظة واسط أكد المتظاهرون في مدينة الكوت مواصلة إضرابهم العام احتجاجا على التفاف أحزاب السلطة على مطالب الثورة. في ساحة التحرير ردد المتظاهرون والمعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد هتافات نددوا فيها بتمرير أحزاب السلطة مرشحيها بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة. هذا ودعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين جميع الثوار في البلاد للإضراب العام والنزول إلى الشوارع وقطع الطرق ردا على تكليف محمد توفيق علاوي، وحذرت من محاولات الأحزاب وميليشياتها الالتفاف على مطالب ثورة تشرين في وقت تهاجم الميليشيات المتظاهرين في بغداد. خلونا نشوف المقطع من ساحة التحرير ونرجع لكم. اليوم كذلك هناك رفض كبير وتظاهرات كبيرة واعتصامات كبيرة في الديوانية، حيث رفضوا تمرير أو تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة. خلونا نشوف تظاهرات من الديوانية ونرجع لكم. سمعوا كتلة السالون باطل
بعد 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 كتلة السرود باطل، كتلة الصدخون باطل، كتلة الصدخون باطل، كتلة السرود باطل، كل الأحزاب باطل، كل الأحزاب باطل، كل الأحزاب باطل، معنا اتصال أم آلاء من الديوانية. تفضلي أم آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظك الطيبة يا ربي وحق محمد وآل محمد. آمين. تفضلي. بس أتمنى شيء واحد. نعم. أتمنى أبو عدي يرجع يوم واحد حتى يصفح البيوت هاي اللي هي تمرقت العراق. أمنيتي الوحيدة هسه البركة بالشباب، شباب العراق ما يقدرون. لا يقدرون. يقدرون. تعرف ليش؟ اللي طلعوا اللي طلعوا وصار لهم 5 أشهر ويتلقون الرصاص، قدموا هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمعاقين، يقدرون. على عيني وعلى رأسي. صح. على عيني وعلى رأسي. بس هم كيكة وقطعوها وقسموها. بس إن شاء الله إن شاء الله يزيلون الحكم كله، يسقطونه بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أم آلاء من الديوانية. كانت معنا أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذ عمر؟ يا أهلا بك، حياك الله. تحية لك وتحية غلاة الراشدين، تحية الكادر الغنائي، تحية المشاهدين. بالنسبة للتغيير بالعراق، هم الشعب العراقي من أول يوم طلع، أول شيء نحيي الشعب العراقي بثورة والمباركة، ونحيي انضمام كل القطاعات وقطاع التعليم، خصوصا جامعات بغداد صاحبة التاريخ، له فضل على الدول العربية، كثير من التلاميذ أنا كلهم خريجين بغداد، وتحية للشعب العراقي. فالعراقيين هم من أول يوم طلعوا رافضين هذه العملية السياسية بأكملها، ليس تغيير بس عادل عبد المهدي بمحمود علاوي، هي المشكلة. التغيير إذا بس التغيير رئيس الوزراء، الشعب العراقي لن تنتدي عليه أستاذ عمر هذه. وهو مطلب واضح وصريح، هو تغيير النظام كامل بما فيهم رئيس الجمهورية، حل البرلمان، لابد من إسقاطه. إذا التغيير كذا لن يستفيد الشعب، والشعب العراقي لن ينتهي إلا بسقوط هذا النظام الثورة ماضي بتحقيق أهدافها إن شاء الله. نعم. أبو فيصل من السعودية كان معنا. محمد من هولندا. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهلا بيك. أنا بس ملاحظة أقول لأخت الأرض اللي نسبة الشريف صدام إن شاء الله تنجم غيرها، كل عراقي شريف يحب وطنه وغير على وطنه فهو صدام الشريف. أما بالنسبة للمظاهرات فالحمد لله والشكر، مقتدى شاف المظاهرات وشاف هذا الزيد، كان يعتقد أن يحتل مطعم التركي المظاهرات تفشل أو الثورة تفشل، فخشأ. ويوم كل أخ عمر كل محافظات يوم ثورات مليونية ما شاء الله، يعني الثورة قاعدة تزيد، شعب عنيد يحب وطنه وغير على وطنه. أما بالنسبة للرئيس الجديد، ما يدعو أنه الرئيس الوزراء الجديد علاوي، فهذا نعم. الأحساب تدعمه أستاذ عمر، وحتى إيران مأيدته، وهو مكلف من قبل خاسرون اللي هم سائرون. فأرجو الشعب العراقي أن يبقى متظاهر وما يأيده إن شاء الله ويرفضه، وإن شاء الله ثورة مستمرة. وشكرا نعم. لك أخي عمر. شكرا. محمد من هولندا كان معنا. أبو حسين من السليمانية. تفضل أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يرضى عليكم والله يوفقكم بهاي القناة، القناة الشريفة اللي تمثل كل الأطياف العراقية الأصيلة. حياك الله. الله يبارك فيك. أريد يعني هذا الرئيس وزراء اللي خلوه هالساعة، شو تطرق يعني المواضيع
يعني شبه خصوصيات، يعني ما تطرق على المناطق الغربية، على شؤون النازحين، يعني اللي الآن كلها كل واحد بدولة، كل واحد بمكان. ما حكى هذا الحكي عن تعويضهم مثلا منازلهم اللي راحت، ممتلكاتهم، ما تطرق لها المواضيع أبدا، ولا التفت بالتفاتة ولو بسيطة أبدا. هو القبل سوى حتى هو يسوي البارحة اللي تم تكليفه. هو يعني تدري هذا طموح كل عراقي. نعم. مظلوم. نعم. ينظر المن يعني على اللي يجي يحكم هذا البلد اللي عانى ما عانى. نعم. من ظلم ومن جور ومن تدخلات يعني خارجية، ومن ناس ما تريد مصلحة هذا البلد. اي فاللي يعني سمعناه منه تعهد بأمور خصوصيات فقط، يعني ما تعهد يعني بشيء عام، يعني واحد يسمع منه ما سمعنا هذا الشيء. زين بعدين دول اللي برأيك يقدر يسوي شيء؟ لا والله ما يقدر. ايه يعني ما يقدر يسوي. لا أنا أقسم لك قسم عظيم إنه ما يقدر، لأنه هو اللي حكاه غير معقول إنه يطبقه. نعم. يعني أولا الفاسد لا يمكن أن يفضح فاسد. نعم. أبدا. والسارق لا يمكن أن يفضح سارق أبدا. الله يعين، الله يعين أبو حسين، إن شاء الله ترجعون بالسلامة، وإن شاء الله يرجع العراق والله موجود. أنا أشكرك أبو حسين من السليمانية. محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أخوي عمر. الله يسلمك ويخليك، تفضل. أما مقتدى الصدر وركوب الموجة ما هو غريب على الإسلام السياسي، ما يسمى الإسلام السياسي. ركبوا الموجة في مصر وفي ليبيا وفي تونس، عندهم المرشد الأعلى، يعتمدون بأمر المرشد الأعلى والمرشد العام. مرشدهم ما يأمرهم، مرشدهم ما يرشدهم لبيوت الله، يرشدهم لبيوت الرئاسة، وهذا شيء جديد. أما بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد محمد علاوي، أنا أتوقع أنه يقدر يسوي شيء، بس بشرط إذا جبنا له عصا موسى اللي كان يدورها عبد المهدي قبله. بدون عصا موسى ما يقدر يسوي شيء. منين الشعب يجيب له عصا موسى؟ تسمعني أخوي؟ أسمعك. أما بالنسبة للعشائر صراحة دورهم ضعيف. ضعيف يا أخي. ضعيف مرة. لو يعني لو يجتمعون الشيوخ العشائر يدخلون على المرجعية السستاني في زربه أو زريبته. لا 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 أرجوك بدون أي تجاوز. في لا لا بس اسمع. ما عليش أخوي ما عليش. والله والله ما يصير هذا التجاوز. لا أخوي عمر. لا لا أخوي عمر ما مقبول. ليس من أخلاق ليس من أخلاق العربي والمسلم السب والشتم وهذا هذا الأسلوب. أرجوك أخوي عمر. نعم والله يا أخي إني مقهور مثل قهر الشعب العراقي. إيه ماشي بس مو بهذا يدخلون عليه. إيه يدخلون عليه في بيته، تجمعون العشائر شيوخ العشائر يدخلون عليه في بيته، يأخذون معهم يعني مترجم يجيد اللغة الفارسية. لا يتكلم هو اللغة العربية. يتكلم؟ نعم. خلاص كلمونا باللغة العربية، يدخلون عليه ويقول فكونا فكنا من المجرمين هذول اللي جبتهم وحطيتهم على رؤوسنا. نعم. هو اللي جابهم وهو اللي نصبهم، وإذا كان
محمد من السعودية كان معنا. أي تهجم مرفوض أخواني، ما يصير أي تهجم على أي شخصية، دائما نكررها 100,000 مرة صارنا نحكيها ونقولها، لا تتجاوزون على أي شخصية، تريد تبدي رأيك بكل بطريقة حضارية بطريقة أخلاقية، أهلا وسهلا بيك تفضل، بس تجاوز ما مقبول بي. أبو فاطمة من النجف تفضل. أبو فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عمر أهلا وسهلا بيك. أخي عمر، هنالك شاب بكر حاتم الياسري تم طعن أمس في جبل أحد من قبل ميليشيات الصدر واستشهد اليوم رحمة الله عليه. بكر حاتم الياسري. نريد أن نقول شيء أخي بالنسبة للمجرم مقتدى الصدر، يعني عندما هو لا يستطيع أن يسيطر على هذه الغوغاء من ما يسمى القبعات الزرق، الآن يعني هم جماعة يعني عبارة عن بلطجية ولا يستطيع هو السيطرة عليهم، يعني موجودين الآن صورهم وجه المجرمين بسكاكينهم وعصيهم وحتى كاتمات مسدسات كاتمات الصوت. الآن هذا من يحاسب هؤلاء؟ أريد أين الشرطة وأين القوات الأمنية لمحاسبة؟ على أي أساس يدخلون ويعملون هذا الهرج؟ لأن الآن الاشتباكات مستمرة في بغداد وفي البصرة وغيرها. جماعة مقتدى عبارة عن مافيا ما يهمها إلها مصالحها. أخي عمر، قضية فتح المدارس هاي لا تهم، بالنسبة لهم الشيء الرئيسي لهم هو فتح الطرق، لأن الطرق هم يعتمدون على الشاحنات ويعتمدون على التجارة، ونحن لابد أن نوصي أخوتنا أن يشددوا في قطع الطرق وقطع هذه الموارد التي يعني تغذيهم بصراحة. يعني هم كل معظم الشركات موجودة في العراق معظمها لهؤلاء وهي تدر عليهم الأموال الكثيرة. هنالك شيء آخر يعني الآن معروف في الإعلام وغيرها، انه رئيس الوزراء هذا اللي موجود هو له علاقه يعني صهريه وتناسب مع آل الصدر، وخصوصا مع مدير مكتب الصدر في لندن. قضيه اخرى اخي، لابد ان شاء الله يعني ان نكتب عليها ونبينها للراي العام، ان ترى آل الصدر هم في الاصل ليسوا من العرب، وهم في الاصل غجر وأتوا أنباء الدولة أبو فاطمة العثمانية. أبو فاطمة احنا نعم أخي عمر، هذه حقيقة، ماشي أبو فاطمة. سوف يعني أبو فاطمة أبين هذا الأمر بطريقة علمية وبالدليل. أبو فاطمة احنا ما نجي اليوم ونطعن بنسب ولا تنابزوا بالألقاب، هذا أمر لا يجوز. احنا اليوم المواقف هي اللي تحكمك. انت شنو الفائدة أني من ابن فلان ونسبي كذا وفعلي كذا؟ فما هذا التنابز بالألقاب، أرجو أنه نبتعد عنه، مرفوض رفضا قاطعا. طيب الشيء الثاني أخي بالنسبة لكلمة رئيس الوزراء، أول ما تكلم قال نحن استنادا إلى توجيهات المرجعية. أنا أريد أعرف من هذه المرجعية؟ هل المرجعية اللي موجودة في النجف؟ العراق هو عبارة عن مجموعة من الأعراق والمذاهب والأديان، على أي أساس يرتكز على هذه الركيزة؟ نحن نرفض هذه المرجعية، هذه المرجعية إيرانية ليست عربية ولا عراقية، فعلى أي أساس يستندون لها؟ المرجعية ما هي دورها؟ لماذا تتدخل في الأمر السياسي؟ إذا كانوا الإيرانيون يسمحون لعراقيين أو عرب يتدخلون في الشأن السياسي الإيراني ذاك الوقت، نحن نرفض هذه المرجعية، ونحن نشد على وهذه بالمناسبة هؤلاء هذه الفقاعة، فعلا هؤلاء فقاعة جماعة الصدر، يظنون أنهم يستطيعون أن يكتموا أو أفواه المتظاهرين، فهذه يعني نجوم السماء. أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف، كان معنا اليوم تظاهرات كبيرة كان في بغداد ولا الديوانية ولا البصرة ولا كربلة ولا النجف. مروان من أربيل تفضل. مروان الو استاذ عمر، الله يسعدك، اهلا بك تفضل. شلونك عمي؟ الله يسلمك. الله يخليك، حياك الله. استاذ عمر، من انت مقتدى الصدر يعني يعني الجماهير مالته هاي، احنا صارنا تقريبا 5 أشهر بحل البرد والشتمه، عايشين اهلنا وعايشين ناسنا وعايشين شتمه،
يجي مقتدى الصدر هسه ياخذ ال ال المطعم التركي من عندنا؟ يعني هل يصير؟ لا استاذ عمر. نعم معك تسمع. يعني هل يصير؟ يعني احنا عايشين حرنا وبرد ويجون علينا يغلطون علينا ويضربوننا وش اسمه يشتمكم؟ نعم. قالوا اسمعك اخي مروان وياك. استاذ عمر يعني والله العظيم هذا مقتدى الصدر يعني كله ولاء لايران، والله العظيم ولاء لايران مقتدى الصدر. نعم والله يا اخي والله العظيم والله اقسم لك بالله مقتدى الصدر يعني ولاء لايران ما يفيدنا ولا يعني يصرف يعني كل شيء من هذا. أني أشكرك مروان من أربيل كان معنا. عدنان من الكويت تفضل. عدنان مرحبا أخي. مرحبتين يا أهلا بك. أنا بالبداية أشكر قناة الرافدين بصراحة على الجهود اللي تقدمت صراحة والصورة اللي ظهرت فيها من بداية تشرين إلى الآن، يعني تحية يعني إكبار وإجلال هذه القناة. حياك الله. بداية يعني المشهد العراقي الآن يعني بعد يعني على الأساس تم تشكيل الحكومة بقيادة محمد علاوي والرفض المظاهرين لهذا الترشح، أعتقد أن باعتبار أن نجد تناقض جدا متكامل بين جميع الكتل اللي موجودة في الحكومة، فما في يعني لا يكون من باب الصدف أنه يعلن صدر عن طريق يعني موقعه بأنه سيقوم بدعوة الأنصار بالحضور للساحات، وبعدها نسمع من رئيس الحكومة المكلف علاوي يقول أن لا تطلعون من الساحات إلا بعد تلبية جميع المطالب. هذه دعوة خبيثة قصد فيها رئيس الوزراء أن الوضع الشرعية متكاملة لأنصار الصدر بحضور الساحات وإحلالهم محل المتظاهرين، والصورة اللي راح تظهر فيها هؤلاء أنصار الصدر أصحاب القبعات الزرقاء أمام العالم بأنهم هم الممثل الشرعي لهذه التظاهرات. أنا أعتقد أمام المتظاهرين حل جدا جذري. لماذا لم يتم تشكيل حد من خيرة المتظاهرين من اللي موجودين؟ فيهم فئة علماء، فيهم يعني ناس تقدر تقود بلد وتسيطر على هذه الأوضاع المختلة في هذه الآنية، وتشكيل هذا الحزب لم يكن بصورة يعني بيكون صعبة. يتم إعلان هذا الحزب ويمثل المتظاهرين، وهذا الحزب هو الذي سيقود العملية السياسية في المستقبل إذا ما دعت إلى حل البرلمان وترشح او الاعضاء لهذا الحزب، ترشح اعضاء لهذا البرلمان. سيكون الكلمه للمتظاهرين باليد السياسيه كما فعل هذا هؤلاء الاحزاب. وكذلك لا ننسى التظاهرات وتواجدها وزخمها لا يقل، واعتقد ان الايام القليله القادمه تتشهد الساحات يعني اكتظاظ يعني اكثر من المتظاهرين. نعم، لان لا ينطلي على هؤلاء الخطه التي صيغت من الخارج. شكرا. عدنان من الكويت كان معنا. محمد من النجف تفضل. محمد سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا على قناتكم. رحم الله والديكم. والديك تفضل. انا اقول العراقي لو يجينا الشيخ زايد رفضه. لو يجينا الشيخ زايد للعراق ها هم أسحنا الرفض. نعم. أنتم محمد علاوي أنت البارحة هاي الشروط والتعهدات. أنتم فرصة. زين تصيحون محمد علاوي مرفوض. سألكم أربعة أشهر ما طلعتوا لكم واحد. ما رشحت. يعني سألكم أربعة أشهر تصيحون وتهوسون على الحكومة. لا راح. تبغى تنزل عليك. محمد علاوي ما أريده. فلان ما أريده. يتلعب ما تجيبوني عندكم. نعم. محمد علاوي ما اريده فلان ابن فلان ما اريده. زين انت شنو شغلكم زين؟ ماشي محمد.
محمد تظاهرات من طلعت قدم استقالته عادل عبد المهدي، راح يجي بمكانه واحد رئيس حكومة لفترة مؤقتة 6 أشهر سنة بين ما يسوون ها طبعا المتظاهرين المطالبات مالتهم بين ما يعدلون الدستور على أقل تقدير ويغيرون اللعبة السياسية ونظام الانتخابات تمام، وقالوا احنا نريد رئيس وزراء مستقل ما له علاقة بالأحزاب. زين معقولة انت هاي الأحزاب والحكومة اللي موجودة ما قدروا يجيبون واحد مستقل إلا وزير أو نائب أو مسؤول من عندهم وهي فترة انتقالية؟ أخ عمر. نعم أخ عمر، تدري من السابع المستحيل لا تتوقع هاي الأحزاب يجي واحد مهني ويجي واحد يعطونه مطلق الحب حكومة ويشكل وزارة، هاي من السابع المستحيل. يعني احنا خلينا نحكي بعد. نعم زين احنا عاد نظل هيك نظل ويا هاي الأحزاب اللي باقت العراق اللي دمرت العراق، شنو الحل برأيك؟ من طلعوا هاي الشباب صار لهم 15 غير رايدين تغيير جذري ويشيلون هاي الأحزاب اللي باقت العراق ويحاسبوها؟ صح أخ عمر، هو القائد الفاز الطوني تعهد يعني البارع الحديث مالته أنه حتى الكابينة الوزارية فرضت عليه راح يقعد استقالة أو قاعد تقول ساعة استقالة في فرصة وعنا عليه وجاي الرقبي وجاي الباو على تصرفاته ونشوف على خلة الوعد وطلعت لا ورخيص على نقطع نعطي فرصة نشكل وزارة. محمد أحد يمنع علي ماشي، شو تقول يقدر يشكل حكومة خلال أسبوع؟ لا يشكل خلال أسبوع مو بسرعة، يعني ايش قد راح 6 اشهر يلا يختار وزراء وهم يتعطل له في 6 اشهر في 6 اشهر النوب حتى الداخليه والدفاع وجر الى سنتين ثلاثه وما سوينا شيء. عمر احنا كانت تشكيله الحكومه الوزارات كانت محافظه جديده ما هي هاي المشكله. احنا رجعنا اخي محمد انا فاهمك، احنا رجعنا بترشيح هذه الشخصية إلى المربع الأول، رجعنا إلى المحاصصة اللي هي كانت من ضمن مطالبات المتظاهرين السلميين بإلغاء هذه المحاصصة في العملية السياسية، وهم قالوا لك الحل بإلغاء هذه العملية السياسية. أنا أشكرك محمد بن النجف. أبو تحسين من كربلاء تفضل. أبو تحسين، أبو تحسين تسمعني؟ تمام، فقدنا اتصال مع أبو تحسين من كربلاء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال امل من ابو غراب. تفضلي امل. امل تسمعيني؟
نعم انقطع الاتصال. ابو حسين من بغداد. مالك. تفضل ابو حسين. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بك. انا ما ادري صوت يطلع بالتلفزيون بس عندي صور مال ابني يعني ابني شهيد بالمظاهرات. شلون ادز عليكم يعني شلون اوصلكم اياها؟ ابنك شبي؟ استشهد بالمظاهرات ولا اشوفكم الصور مالته يعني شلون؟ الى رحمه الله الى رحمه الله الله يعوضك. يرحم والدك هو من شهداء البدايه. نعم عندك رقم الواتساب هسه راح يطلع على الشاشه. تقدر مو انا ما اعرفها بس شلون انا اوصلكم الصور؟ اي احد اي احد من اليمك يعني صور اجراميه هذا اجراميه هذا اشوفها اجراميه. اي هذا الرقم ده شوفه هسه على الشاشه. ابني حيدر حيدر علاوي. اي واكتب لنا اسمه بالكامل 044744 حيدر علاوي عبد الامير. تمام حيدر علاوي عبد الامير. وين استشهد ابو حيدر؟ شهداء. وين؟ هو على جسر باب الشرقي. وين على جسر باب الشرقي هو قذيفة الدخان براسه. لا وهو القذيفة موجودة وعنده صور وعنده كل التفاصيل عندي يعني. هذا الرقم على الواتساب ده شوفه على الشاشة. اي نعم اشوفه. سجله يمك احنا راح نبقيه حتى تسجله يمك. بس دقيقة خلنا ناخذ له صورة يعني بدل اخذ له صورة. تمام يلا اطلع حيدر اخذ له صورة. اي والله دورت لكم هاي الصور يعني تشوفونها وانا مو انا اكو حكي والله بدي احكي غير خارج التلفزيون. لا يعني لا احكي 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 ما حد يمك. ما انا مو ما حد لا انا مو صوتي بالتلفزيون يوصل. ها فما ادري يعني والله بعدين افهمك الحكي. اكتب يعني اكتب لنا اذا تريد. زين زين ابو حسين عيني يعني اليوم هاي انت من ضمن ابنك الله يرحمه ويعوض الجنه شهيد ان شاء الله عند الله. شهيد 29/10. نعم شهيد ان شاء الله. نبت مكافأة الشغل اللي ضربوه. نعم. يقولوا ما كنت ما كنا والقذيفة مالت الدخان ظلت براسه وطلعوها طلعوها بمدينة الطب يعني مو مستشفى مو بالمستشفى ظلت براسه بمدينة الطب يلا طلعوها. وعندي صورها كاملة. نعم زين هاي الشهداء اللي راحت ومن ضمنهم ابنك الله يرحمه ويعوض الجنه. يرحم والدك وابني عمره 19 سنه بعد طفل. لا اله الا الله طفل بعده. يعني شو الذنب اللي قتلوه والله ما اعرف شنو الذنب اللي قتلوه بيه ما اعرف. طفل يعني الطفل عمره 17 سنه. ولو تشوف صوره وتشوف يعني انا ما اعرف والله. لا اله الا الله انا اشتكي لله بس عمري. ونعم بالله احسنت ونعم بالله. يعني هاي الشهداء اللي راحت وبالاخير يطلعون يرشحون واحد من عندهم. اي مصرين. يعني اشوفك الصور ماكو والله صور بشعه بشعه بشكل. زين؟ نعم. ما اعرف يعني ما اعرف. الله يرحمه ويعوض الجنه. ما خليت يعني بكل مكان اشتكيت ما خليت بس ماكو كل نتيجه يعني ما اعرف. يعني المكان معروف اللي قتل بيه والوقت معروف. واللي قتلوه معروفين يعني ما اعرف يعني شنو ما ادري. لا اله الا الله. يرحم والدك الله يرحم والدك. اخذت الرقم مو ابو حسين؟ والله اي اخذت الرقم بس انا ما يعني ما اعرف هاي مال الواتساب هاي ما يعني اي احد من تعطيه صور يعني تعطيه يعني اوصل انت توصيل الصور والاولاد من الاهل من الاصدقاء راح يقدر يدزها ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يصبركم. سابقا كنت نازل بغداد. نعم. وهسه حاليا بغداد هاي الإعلام. الله يعينك الله يعينك ويصبرك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك أبو حسين حياك حياك. جزيل الشكر جزيل الشكر. الله يجزاك الله يسلمك الله يسلمك. والله يعني حتى الواحد ما عرف شو يتكلم شو يحكي ليه يقول لك 17 سنة وانقتل. استشهد يوم 29/10 والجماعة ولا كأنه البلد يقول لك نعطي فرصة لمحمد توفيق علاوي. هسه معطينا فرصة لعادل عبد المهدي والشعب أعطى فرصة الحيدر العبادي وأعطى فرصة النور المالكي وطلعوا تظاهرات الناس من 2011 والصيح الناس يا عمي بكتونا يا عمي سرقتونا الفساد العالم قام يحكي بيه بالعراق العالم مو بس العراقيين. تفضحنا بين الدول لا جواز براسه خير لا شوارع براسه خير لا وظائف
مصرين الجماعة أنه يرشحون واحد من عندهم، وكأنه عبالهم راح يخلدون في السلطة وفي الكرسي. نعم، معنا اتصال أبو محمد من أربيل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تفضل. مقتدى الصدر يقصر أهالي الشهداء، ولا ألف واحد استشهد، وخمسة آلاف وخمسة وعشرين واحد مصور، يعني شو ده صدر؟ شو ده يحكي عن الشعب العراقي؟ مو هاي طبعا انت حمر، هاي آخر ورقة بيديهم مال محمد علاوي. هاي محمد علاوي الشعب راح ينتصر إن شاء الله. نعم. الشعب منتصر. عين الله الشعب مكحون. الشعب العراقي. شكرا عيني أبو. شكرا عيني. مصطفى من مصر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي ثورتنا المديدة، ونرفض ترشيح محمد علاوي بأي حال من الأحوال. فكرني سيادتك بموقف عمر سليمان الله يرحمه، طبعا ما جبت عليه غير الرحمة، لما عينوه وبعد 24 ساعة انشاش نفس القصة. الجماعة بيختاروا يعني بناء عن ايه؟ بناء عن أنا شارع وأنا قانون. يعني الشعب صاحب الوطن بيقول لك أنا مش عايزك، أنت شغال عندي بالشهر وأنا أرفضك، هختار أنا قيادات محترمة، ده معناها. فيا سيدي القصة انتهت، ونطالب السيد مقتدى الصادر، إحنا بنقول لك يا سيد، يا سيدنا يا سيدنا اقعد في بيتك، أنت راجل كبير في السن، ما يصحش ما يصحش يا راكت الدماء والقتل يا سيدنا. عيد عيد ده إرادة شعب وإرادة أمة. انحاز للشعب والله هيكون لك مكانة كبيرة في وسطنا. نصيحة يعني رجاء منك، اقعد في بيتك وسيب الشعب يختار قياداته، رجاء يعني من ابنائك، اعتبرنا ابنائك يعني، رغم اللي حصل كله يا سيدي اعتبرنا ابنائك، بنادوك نداء انساني حسيني، بنقول لك اقعد في بيتك وسيب الشعب يختار قياداته، ربي احفادك، ازرع شجره، اطعم الفقير، امسح دمع يتيم، ده مكانك، مكانك يعني هو ده طبيعتك، انت راجل كبرت في السن، وسيب يا عم الملك للمالك، الشعب اضرب قياداته، ده نصيحه يعني اعتبرنا يا سيدي ابنائك. ما احنا سعداءك يعني ولا حاجه. وانا سيدي بالنسبه للامم المتحده نتوقع ان هي هتنشر قوات حفظ سلام تفصل بين المدنيين وبين العصابات، وهيتم تطوعا نعم لم السلاح وحصر من العصابات والميليشيات عبر ممرات امنه من الامم المتحده، توقعنا يعني نسبه 100%. فندعو الله عز وجل ان يكون في حل وفرج قريب، حتى يعني حتى يا اخوانا تستمر الحياه، تستمر الحياة لا تقفل على حاكم. نعم مصطفى. وهيزولوا كلك والله العظيم هتزولوا. وصلت فكرتك مصطفى. السيد من مصر كان معنا أبو حيدر من النجف. تفضل أبو حيدر. أبو حيدر تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي العزيز؟ يا هلا بك. يا هلا بك. الله يسلمك. بالنسبة لي أنا عندي موضوع مهم صراحة. تفضل. يعني أتمنى العالم كله يعني يسمع مكالمتي. تفضل. ويركز بيها ويفهم زين. القضية مو قضية انه انسان ينقتل والناس تتفرج عليه، ان كان مرجع ديني وان كان العالم كله عنده يشوف اللي جاي يصير بالعراق شيء مو انساني ومو اخلاقي، بحيث وصلنا مرحلة ان العلماء تتفرج علينا وخاصة علماء العراق كافة. يعني احنا قاعد نمر بمرحلة عصيبة، الناس تنقتل بالشارع، ناس طالعة طالب بحقها، ناس عطالة بطالة، لا شغل لا عمل. هاي صار أكثر من 17 سنة جاي نعاني من هاي المشكلة، أن كل رئيس دولة رئيس وزراء يجي يحكم العراق يشيل مالاته يطلعها للخارج، تنتهي المدة مالته يطلع من العراق، وكأن ما شيء ما صاير. اللي يموت اللي تتلجوا اللي يصير ما يصير به هذا الشيء ما يهمه. يعني جبناها من اول واحد الى حد عادل عبد المهدي، شوف انت اخر فتره من صار حكم عادل عبد المهدي اعطوه مهله سنه، والنتيجه شنو؟ رجعنا ايد ورا وايد قدام، وبالتالي صارت مجزره بالمتظاهرين بالثوار اللي طالعين يطالبون بحقهم. أنا ناشد العالم كله وأريد العالم كله يسمع صوتي. أولا اللي صار أي واحد استشهد انجرح
انقتل، انسلب حقه، انخطف، اتعذب، هي في ذمة المراجع، لأن هم الذين ينطقون عن الحق، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بل قاعد تقرأ قرآن، بري منك القرآن، يا قرآن تقرأ، أنت يا صراصوي أو العالم جاي تموت. احنا نكون واقعيين، الإنسان من يريد يحشي يحشي بضمير. انتوا ليش ما تقولوا احنا عملاء لإيران؟ قولوا بوي احنا إيران تحكمنا، ما نقدر نتصرف أي شيء. خنكون واقعيين، احشوها بكل صراحة، خلي العالم يفهم. أنا آخر شيء عتبي على سيد مقتدى اللي خذل الشعب، اللي هو كان ينادي بالإصلاح ويقول الإصلاح، وكان يطالب بالفسدة، والنتيجة شنو؟ صفوا ياهم. هسه هو يا الفسدة، يعني الشمل حال حال الفاسدين. يا سيد مقتدى، مو كان الشعب الأمل بيك؟ كان يقولون السيد هو أحزان ظهرنا، وكانوا متأملين بيك خير. ليش تعبوا المتظاهرين والصفوا يا الدولة؟ وانت من جبت محمد اللي نصرت صارك يومين، زين مو تدري بي هذا فاسد وعنده التاريخ ومحكوم 7 سنوات، شلون تتخذ فاسد؟ شلون تعيد على فاسد؟ مو هاي نقاط ضعف عليك؟ مو هاي شوهت سمعتك؟ مو انت ابن الصدر؟ ابن محمد الصدر مشهود له بالعالم، ابوك ترى رمز بالعراق صار. ليش شوهت سمعته؟ مقتدى الصدر اسمعني زين وخلي انطيك فد معلومة واحفظها. وآل الصدر ترى ناس معززين مكرمين ومشهود لهم بالبطولة والشجاعة. يعني أني اتعجبت عليك الصراحة، يعني أنا رجل صدري، ومن تقول صدري صدري الصراحة انسحبت. صارت ما بيها ضمير، ما بيها غير عراقية، ما بيها وطنية، انسحبت لأن شفت الحق قبال عيني. سيد مقتدى نصيحة لله، لا إيران تفيدك ولا الأحزاب تفيدك، اعمل عمل يرضي الله. باكر شبر واربع اصابع شد الله، شتواجب يا عمل اكثر من 1000 قتيل و27000 جريح. العالم من اختارتك اختارتك انت، احنا من انتخبنا انتخبناك لك، تجيب لنا عادل عبد المهدي وتنصفه ذبح نعم الشعب. ابو حيدر ليه ظلي ساكت؟ انا اشكرك ابو حيدر من النجف. كان معنا علي من السماوة، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامجكم الرائع أستاذ عمر، طبعا حقيقة أرحب بك أنت حقيقة، وأوجه لك تحية لبرنامجك الرائع، ودائما مواكب للثورة الموجودة الآن حاليا في العراق، وإن شاء الله ثورة بكل المقاييس، مو بس الثورة السياسية، ولكن ثورة تعتبر ثورة بكل المقاييس، ثورة القيم والتقاليد البالغة التي فرضت علينا من الخارج وأيضا من الداخل. هناك أمور كثيرة يجب أن نكون بيد هذه الثورة بها إلى مزبلة التاريخ، ومن ضمنها الطائفية والعنصرية. أحيي طبعا قبل شوية الأخ المصري أخ العروبة اللي يتكلم عن حس وطني بالنسبة للوضع الحالي الموجود، وأحييكم وأطلب من الأخوة في المناطق الغربية أخوتنا ومن عقوبتنا سنة مع أنا ما أحب أن أكون هذا الكلام، أحييه مصير أخوتهم الجنوب أن يخرجوا بمظاهرات هذه الثورة الآن وليس غدا. العراق جميعا أن يتكاتف، وأحب أن أوجه تحية دائما تابع برنامجكم هذا الرائع. عمتي ام حسين طبعا دائما تتابع هذا البرنامج. ابيكم الله يسلمك علي. علي من السماء. وكان معنا ابو جمال من بغداد، تفضل ابو جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عزيز، بدايه اقول على الشهداء الراحوا، اقول باكر يصبح الصبح تلقى منصوبه شوادر، الولد يبكي دمع والبنت مكسورة خاطر، كم 1000 شاب انقتل والدمع عبى النواظر، وكم شهيدة راحت لنا
وصبحت بين المقابر. ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منهم، الله ياخذ حق الشهداء الراحوا، والله ان شاء الله يكشفهم ويخزيهم امام الملأ ان شاء الله بالدنيا قبل الاخره. وهذا الذيل العميل اللي دا يبيع بالثوره ودا يبيع بالشباب الى يوم ينتقمون منه وبري من الاعمامه اللي على راسه. والله يا اخي، والله يا اخي، من جماعه التيار قاموا يتبرون من عنده بسبب هاي عملته الاخيره. والاخ محمد اللي من النجف قال انطوه فرصه. يا اخي مو صار 16 سنه فرصه ورا فرصه ورا فرصه، الى متى الشعب يظل ينطي فرص وشباب حلوه تروح؟ ينطي فرص وشباب جوا التراب تروح. نسينا سبب الفتنه ب 2005 2006، نسينا سبب الفتنه اللي صارت ب 2013، نسينا منو السبب اللي هيجها بين السنه والشيعه بوقت ما كانوا المفروض واحد يتم ويا الاخ. مو شباب حلوه راحت لنا، عوائل تيتمت ابهاتها، نسوان تارملت. يا اخي والله ما بس شعب يتحمل هذا الشيء، خلي خلون بعينهم مذره ملح ويستحون. نعم. يا متى يظل ينتظر؟ مو جزعه ارواحنا يا اخي. نعم. انا اشكرك ابو جمال من بغداد. معنا اتصال اخر. في اتصال؟ لا ماكو. نعم، علي من الموصل، عذرا علي، تفضل علي. وعليكم السلام ورحمة الله. دقيقة علي تفضل. البارحة لو احنا عدة ريالات نروح للمحافظة يعني لما نشوف الشباب والله قلبنا ينكسر عليهم. السلام عليكم. اسمعك عيني علي تفضل. والله عدة ريالات نروح للموصل والله لما نشوف المتظاهر يعني قلبنا ينكسر عليهم والله. اي والله يعني احنا ترى تلمون هذه نشوف هذا المكتب الليل النهار واقفين ما ندير بال والله. بدا افتهم والله علي الصوت بمشكله. انا اشكرك علي من الموصل كان معنا. نقرا رسالتين على الواتساب. انا اعتذر لان اتصالاته هواي اليوم. يقول تحيه طيبه، ترشيح اللاوي مرفوض لانه يخالف مطالب المتظاهرين ويخدم الاحزاب، ليس الا ابو علي من المحموديه. رسالة. سيد عمر، اللي يصير هو عملية إعادة تدوير واستعمال نفس الأشخاص المرفوضين، وهذا ضحك على الذقون وغير مقبول تماما. الرحمة لشهداء العراق. ندى من الدنمارك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.